فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض القبوريين يحتجون بجواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر بما هو حاصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي ليس فيه قبر، أكرمه الله عن القبر، رسول في حجرته في بيته ما هو في المسجد، لكن أدخلت الحجرة، أدخلت فيما بعد، وإلا هو المسجد مبني قبل وفاة الرسول بكم؟ 10 سنين، ما بني على قبر، ولا أوصى الرسول أنه يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرته منزله، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني في المكان الذي ماتوا فيه. هذا من ناحية. الناحية الثانية، قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا، فهو دفن في بيته محافظة عليه من الغلو، ولو برز صار مسجد للناس يصلون عند القبر، فحماية له صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، ما دفن في المسجد. هذه مغالطة. نعم.